يا جماعة يا جماعة، ولأنه قلبي على الحارة وسكانها زرت بيت الدمراني وبيت السكاكيني وبيت أبو وهيب البطل وبيوتهم. شو هاي الكلمة؟ فرحان فرحان، شو هاي الكلمة؟ إنو أنت كاتبها هاي؟ أنا كاتبتها، أنت كاتبتها. أخرى أخرى ها إيه، وبيوت أخرى كثيرة كثيرة. وللأسف وللأسف يا جماعة، وجدت ما لا يسر الخاطر، الرجال وليس كلهم يعذبون زوجاتهم ويهملون أولادهم، وفوق هذا وذاك يتصرفون كل من إيده إله، لا يسألون جيرانهم في البناية أو في الحارة. فأبو يلا بدنا نذكر اسماء بلا ذكر اسماء. ابو خالد ابو خالد ابو خالد بنتو ام خالد، وكلفوا مطبخه الشيء الفلاني ومدري منين، طوى جيرانه 15 يوم بالتكسير والتخبيط والتطبيش وخلافه دون ان ياخذ اذن او يقول يا جماعه لا تؤاخذوننا. بيلي ام احمد بيلي، ابو خالد ما في غيره، هذا ابو خالد مريح يدي، عم تحط ايدك على الجرح على الجرح تمام. شكرا يا جماعة شكرا. ثم هذا الذي ما بدنا نقول شو اسمه، ما بدنا نذكر اسماء يا ابو وصفي، بهمنا المشكلة مو الاسم، مو اسم الرجال يعني، ما بدنا نحن نشهر بحدا. ثم قام بزت كل الطراب والحجار والبلاط المكسرة بالحارة دون اي احساس بالمسؤولية، مع ان الحارة حارته والمنظر قدام بيته. هل هذا عمل صحيح يا جماعة؟ لا لا ابدا ابدا صحيح. محمد وين التحلاية؟ وين التحلاية؟ وين الشاي؟ شو معروفة؟ فايت 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 شي حيطلع بربرنا. طول بالك ابو وصفي، سمع يا جماعة، طول بالك ابو وصفي على الطريق لنخلص حكي بس. نعم، وكمان في النسوان، مو كل النسوان يؤمنون واجباتهم. النساء ام النساء، ايه حتعملي لي هلا انت كمان مثل الصيداوي. وفي بعض النساء يهملون واجباتهم ويضيعون وقتهم بالنمي والسرسر وبدسوا على بعضهم، وفي نسوان عينهم ضيقه على جاراتهم ما بيحبوا الخير لحدا، وفي نسوان بيتركوا اولادهم فلتانين بهالشوارع، اللي بيشعل حريقه واللي بيلعب بالتراب واللي بيكسر شبابيك الجيران.